وجه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على استجابته الفورية لمجموعة من مخرجات الحوار الوطني. وأشاد المنسق العام للحوار الوطني باسم مجلس الأمناء دكتور ضياء رشوان بدور الرئيس السيسي في اهتمامه بالحوار الوطني ومتابعته المباشرة لما يحدث سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء، ثم المخرجات التي تم الانتهاء منها.